شفيع النهارده شاف السيد المسيح جالس على العرش وقال له يا تدرس هيتسفك دمك من اجلي، ورئيس الملائكه ميخائيل ما تركهوش في عذاباته وكان معاه لغايه ما نال اكليل الشهاده على اسم السيد المسيح. الاب والابن والروح القدس الله واحد امين. مساء الخير على كل متابعين ومشاهدين قناه سيشا في كل مكان. النهارده بنعمه ربنا هناخد شفيعنا القديس تدرس المشرقي. هو فارس عظيم ولد في صور بسوريا سنه 275 ميلاديا. والده كان وزير في ايام الملك نوماريوس، ووالدته كانت اخت الوزير باسيليدس. لما مات نوماريوس في حرب الفرس كان ابنه يوستوس مشغول مع الجند. قام ابو القديس تدرس ونسيبه باسيليدس بتدبير امور المملكه. عرف تدرس بشجاعته وقدرته العسكريه كقائد ماهر ونبيل، وكان مشغول في الحرب عند نهر انطوش اثناء وفاه نوماريوس، وتولى دقلديانوس الحكم. وتدرس لما كان بعيد عن المملكه شاف رؤيا سلم يرتفع من الارض الى السماء، وعند قمه السلم كان الرب يسوع بنفسه جالسا على منبر عظيم وحوله الوف الوف وربوات ربوات يحطون به ويسبحونه. وشاف كمان تنين عظيم قاعد تحت السلم، عند إذ قال له السيد المسيح وهو جالس على العرش. قال لتدرس أتريد أن تكون ابنا لي؟ فقال له من أنت يا سيدي؟ أجابه أنا يسوع كلمة الله، وسوف يسفك دمك على اسمي. ثم رأى أحد الوقوف حوله قد أخذه وعمد تدرس في معمودية نار وغطسه ثلاث مرات باسم الآب والابن والروح القدس، فصار كله نار مثله، صار مثل كل الواقفين حول الرب في محبة عجيبة. قال تدرس، قال له يا سيدي أشتهي أن لا أفارق صديقي لوانديوس. فالسيد المسيح أجابه وقال له ليس فقط مش هتفارق لوانديوس، بل وأيضا بني قورس الفارسي هيكون معاك برضو في المعمودية. وبعد كده شاف لوانديوس وبني قورس اختطف وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، زي ما حصل معاه حصل معاه هو. بعدين قام الأمير تدرس من نومه فرحا وحكى كل حاجة لصديقه لوانديوس اللي فرح وشاف نفس الرؤية دي. بعد كده راح لوانديوس وراح القديس تدرس لبني قورس الفارسي وقالوا له اللي حصل معاهم. والعجيب في الأمر انه كمان قال لهم انه هو شاهد نفس الرؤية دي. وكان دقلديانوس قد اقام صلحا مع فارس. احضر دقلديانوس الامير تدرس علشان يخبره بامر المصالحة مع فارس. ولما عرف الامير بارتداد دقلديانوس طلب من جنده، قال لهم ان اي حد عايز يستشهد معايا على اسم السيد المسيح ياجي معايا. وطبعا كتير خالص جاء مع الامير تدرس عشانه كانوا بيحبوه، غير كده كانوا واثقين فيه وواثقين في السيد المسيح. بعد كده الامير راح مع صديقه لوانديوس الى انطاكيا، وكان ولد القديس تدرس قد تنيع. استقبله الملك بكل حفاوه وبكل فرح. وبعد كده الملك طلب من الامير تدرس ان هو يشاركه في عباده الاوثان. الامير تدرس اعلن قدامه وقدام الناس كلها ان هو مؤمن بالسيد المسيح. بعد كده سلموا الملك للوالي علشان يبدا محاكمته ويبدا رحله العزبات للقديس تدرس. نال عزبات مهيله هذا القديس، واصدر الوالي بنفيه وتعذيبه، لكن الرب ارسل اليه الملاك ميخائيل ليسنده ويقويه. واخيرا نال اكليل الشهاده في 12 طوبة سنة 306 ميلاديا. بعد استشهاده في كتير تأثر كتير من كهنة أبولون وأعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح وقدموا حياتهم ذبيحة حب لله، فانطلقوا يشاركون القديس بأكاليله. وكتير من الجنود ومن الناس بعد استشهاد القديس تدرس المشرقي آمنوا بالسيد المسيح،